معنا الآن مشاهدينا من القاهرة المحلل العسكري اليمني يحيى أبو حاتم. أهلا بك أستاذ يحيى معنا. أستاذ يحيى، هذا تطور مهم جدا، يعني الحقيقة بأنه قوات الشرعية تتقدم باتجاه معقل زعيم الحوثيين والاستيلاء على مواقع استراتيجية في جبهة البقع، مما مهد الطريق لقوات الشرعية لمحاصرة صعدة من 5 محاور. دعنا نفهم المشهد الآن أكثر هناك، وماذا يعني من الناحية الاستراتيجية بأن تصل قوات الشرعية إلى محاصرة صعدة؟ حياك أختي الكريمة. حقيقة أولا لو تكلمنا على أهمية صعدة بالنسبة للميليشيات الحوثية، صعدة هي القلعة الحصينة لها منذ 2004، والتي أنشئت فيها الترسانات العسكرية التي جلبت من داخل إيران، وكذلك التحصينات الهندسية التي أنشئت من قبل الحرس الثوري وخبراء من حزب الله. وطبيعة الأرض هي طبيعة شرسة وجبلية بشكل كبير جدا، وتوجد بها الحاضنة الفكرية، أضف إلى أنها تعتبر الحصن الحصين لها، وكانت تعتبرها للميليشيات في حال ما فقدت جميع المحافظات فأنها سوف تلجأ إلى محافظة صعدة. هي تراهن في هذا المحافظة على عدة أشياء، تراهن على خبرة مقاتليها في إدارة المعركة في هذه المنطقة، لمعرفة مقاتليها بمسرح العمليات، وأغلبهم وهم كتائب الحسين وكتائب الموت. اسمح لي أستاذ يحيى، فقط مضطر أني أقطعك. مشاهدينا، نذكركم بهذا الخبر العاجل إذن الذي يردنا الآن. أو قبل قليل، قوات الشرعية تقبض على أو تلقي القبض على ضابط قطري كان يحاول الفرار أو مغادرة اليمن إلى عمان، وطبعا هو مشتبه فيه بأنه يدعم الحوثيين. إذن قوات الشرعية تقبض على ضابط قطري حاول الفرار من اليمن إلى عمان مشاهدينا، والاشتباه في دعمه للحوثيين. نعود مجددا لضيفنا من القاهرة أستاذ يحيى. قبل يعني اسمح لي أن أسألك عن هذا الموضوع الآن، هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يعني هل لديك أي معلومات؟ من هو هذا الضابط؟ ويعني ماذا يعني وجوده أيضا في اليمن؟ ليس لدي معلومات مؤكدة على هذا الضابط، ولكن ما نؤكده أن قطر هي يعني حليف كبير جدا للميليشيات الحوثية منذ الوهلة الأولى لانطلاقها في صعدة، وكانت تدعم هذه الميليشيات بالأموال وسياسيا في مختلف المحافل وإعلاميا عن طريق قناة الجزيرة التي سوقت لهذه الجماعة أنها جماعة يعني سياسية وأن لها الحق في الاعتصام، وأدخلتها مع أطراف لديها داخل اليمن إلى داخل الساحات داخل صنعاء، ومن ثم روجت لها أنها جماعة سياسية. ولذلك ما زالت قطر تدعم هذه الجماعة وتدعم كل الجماعات الإرهابية في اليمن، منظمة يعني ممثلة بتنظيم القاعدة وداعش. ونحن حذرنا منذ اندلاع عاصفة الحزم أن دخول قطر في عاصفة الحزم كان إنما دخول الخبير السري أو العميل السري أو المخابراتي لإيران وللحوثيين في التحالف، وكانت هناك اختراقات، واستطاعت قطر أن ترسل بعض الإحداثيات للميليشيات الحوثية، وكما رأينا الميليشيات الحوثية استهدفت بعض عساكر قوات التحالف داخل مأرب وداخل باب المندب. ونحن نؤكد أن ما زالت قطر تشتغل على هذا الوتر، وما زالت تدعم هذه الجماعة لمحاولة إضعاف الشرعية وإضعاف التحالف، ولكنها باءت بالفشل تحت ضربات قوات التحالف وتقدم الشرعية الذي أضعف هذه الجماعة وأضعف كل من يمولها. أعتقد أن قطر ليس هذا الضابط الوحيد، ولا هناك ضباط أكثر من هذا العدد. هناك سياسيين، وهناك من يدعم بالأموال، وهناك من يدعم اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا. نعم. لهذه الجماعة ولو من تحت الطاولة. نعم. طيب الآن دعنا نعود إلى موضوعنا الأساسي، موضوع محاصرة صعدة، وصول قوات الشرعية ومحاصرتها من 5 جهات. دعنا نكمل هذه النقطة وأهمية يعني هذا التقدم لقوات الشرعية استراتيجيا في هذه المعركة. أنا كنت قد وصلت أن هذه المحافظة تعتبر الحصن الحصين للميليشيات الحوثية من مختلف النواحي، فكريا وحاضنة جغرافية وحاضنة سياسية، ولذلك فهي كانت تعتبرها أنها خط أحمر. ولكن فوجئت هذه الميليشيات بأن الجيش الوطني وبإسناد كبير من طيران التحالف وكذلك بتوعيته على الأرض استطاع أن يتقدم وأن يخترق هذه القلعة الحصينة من عدة محاور. اليوم الجيش الوطني يدق أبواب صعدة من 5 محاور، هناك محور جبهة الظاهر، أصبح الجيش
الوطني لا يبعد سوى 20 كيلومتر عن مديرية حيدان أو أقل من هذه المسافة. أصبح الجيش في مديرية كتاف ومديرية باقم، أصبح الجيش في رازح، ولذلك أصبحت صعدة تتهاوى قلاعها الأولى تلو يعني الواحدة تلو الأخرى. لم تعد الميليشيات قادرة على الدفاع على قلعتهم الحصينة، وبذلك استقدمت خيرة مقاتليها وقواتها المدربة التي دربت بعناية من قبل الميليشيات الحوثية للدفاع على قلعتهم الحصينة، وسقطت أو ضعفت باقي الجبهات الأخرى. وفيما استمر الضغط واستمر الزخم بنفس هذا الوتيرة، فأنا أؤكد أن صعدة سوف تسقط قريبا جدا، وربما أن نلاحظها سقطت في هذا الشهر القادم إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معنا المحلل العسكري اليمني يحيى أبو حاتم من القاهرة.